بسم الله الرحمن الرحيم. Reproductive System by Dr. أيمن أحمد خنفور, Assistant Professor of Anatomy and Embryology, Alexandria University. الموضوع بتاعنا إن شاء الله النهارده عبارة عن البرينيوم. هنتكلم على Definition, إيه المقصود بكلمة برينيوم, الباوندرز بتاعته, السب ديفيجنز, وهنتكلم على المكونات, وزي ما احنا عارفين لازم يكون ان بتوين مجموعه من الشورت كويتشنز. انا بس في حاجه عايز اقولها على البرينيوم في الاول كده, هو بصراحه موضوع يعتبر الى حد ما صعب وعاوز تخيل, بس وانس ان احنا تخيلناه بالصوره الصحيحه وفهمنا الدياجرامز بتاعته, you will never forget it. لو سمحتوا كبداية, مطلوب مننا دلوقتي نحضر كام ورقة فاضية جنبنا وقلم, لأن في بعض التجميعات هنعملها مع بعض على مدار السلايدز كلها. نبتدي دلوقتي ونشوف إيه المقصود بكلمة برينيوم. اللي قدامي ده كده هو البوني بلفيس, بس انا ببص له من تحت لفوق. اما ابص على البوني بلفيس من تحت, يبقى انا شايف كده الاوتلت, المخرج بتاع البلفيس, والمخرج بتاع البلفيس ده هو ده البرينيوم. يبقى المقصود بكلمه برينيوم, it is nothing more than it is the outlet of the pelvis. من تاني, يعني ايه برينيوم؟ The perineum is the outlet of the pelvis. طيب ايه هي الباوندرز بتاعته؟ ما احنا اي ريجون عندنا في جسمنا لازم نعرف ايه الباوندرز بتاعتها, ولو منطقه كبيره نبدا نقسمها الى مناطق اصغر علشان يبقى في accurate anatomical description. ايه بقى هي الباوندرز بتاعت البرينيوم؟ نشوف كده من الصوره ديت. بقول من تاني, انا باصص كده على البوني بلفس من تحت, يعني اللي قدام خالص دي كده السيمسس بيوبس, ورا خالص ادي كوكسكس, والابعاد بتاعتي يبقى هنا انتيور, هنا بوستيور, وطبعا ده اون ايتش سايد. نشوف بقى مع بعض. انترو لاترالي في عندي حاجة اسمها البيوبيك ارش. بيوبيك ارش ده اكسبريشن مهم جدا, متكرر كتير على مدار المنهج عندنا. يبقى العظمتين اللي هما اون ايتش سايد دولت اسمهم بيوبيك ارش. طيب بوسترو لاترالي, ده انا عندي هنا ليجامنت قوي جدا اسمه ساكرو تيوبيروس ليجامنت. من تاني, اسمه ساكرو تيوبيروس ليجامنت. طيب انتيرولي, السيبسيس بيوبس دي من تحت كفرد باي ليجامنت اسمه انفيريور بيوبيك ليجامنت. انفيريور بيوبيك ليجامنت. طيب بوستيرولي, بلاقي عندي بقى التب بتاعت الكوكسكس, تب اوف ذا كوكسكس. ايه بقى السب ديفيجنز بتاعت البرينيوم؟ لسه قايلين دلوقتي ان البرينيوم عباره عن منظر دايموند شيب, منطقه واسعه على بعضها. فلو قسمناها بالعرض كده بخط, يبقى هيتقسم الى مثلثين, واحد لفوق او واحد انتيور والتاني بوستيور. وده بالفعل اللي عندنا. بنقسم البرينيوم باي ان ايماجينري لاين باسنج بتوين ذا تو اسكيال tuberosities. هيتقسم بقى الى ايه المثلثين اللي عندي؟ اول مثلث فيهم ده موجود لورا, والان فيه كمكون اساسي الانس, فبنسميه انال تريانجل. طيب والمثلث الثاني موجود لقدام, والان فيه اللي هو الاكسترنال جينيتاليا واجزاء من اليونري سيستم, فبنسميه يورو
genital triangle. من تاني يبقى أنا عندي البرينيوم عبارة عن الأوتلت بتاع البلفس شكله دايموند شيب، قسمناه إلى مثلثين بإيماجينري لاين، إلى المثلث اللي هو posterior ده anal triangle، المثلث اللي قدام اسمه يورو جينيتال تريانجل. طب ناخد بقى كل تريانجل بس ونعمل انيوميريشن ايه المكونات الموجوده فيه. لسه قايلين دلوقتي هو اسمه anal triangle، اسم على مسمى، يبقى فيه ايه؟ اول حاجه اللي هو موجود فيه الانس اللي هي الانال كانال، وان ايتش سايد اوف ذا انال كانال موجود عندي ويدج شيبد اريا. ويدج شيبد يعني اسمها اسكيو ريكتال فوسا، عامله بالظبط كده زي المنظر بتاع قطعه الجبنه النستو اللي احنا بناكلها، فخليكم فاكريني بيها ان المنظر بتاع الاسكيو ريكتال فوسا هو عباره عن ويدج شيبد on each side of the anus. طب بالنسبه بقى لليوجينيتال تريانجل اللي هو المثلث اللي موجود قدام اللي هو anterior to the imaginary line، ايه اللي موجود فيه؟ موجود فيه عدد من المكونات اللي هم ايه؟ حاجه اسمها superficial perineal pouch، deep perineal pouch، واليوريثرا، والاكسترنال جينيتال اورجنز. كل دي المكونات بتاعه اليورو جينيتال تريانجل. طيب هناخد دلوقتي ايه هي الباوندرز بتاعه البرينيال باوتشز، ومن هنا بقى انا عاوز تركيز كويس جدا. ده كده عبارة عن ميد لاين ساجيتال سيكشن بيمر من خلال السيمفسيس بيوبس انتيولي. في نص البرينيوم بالظبط هنا في عندي فايبروماسكولار ماس هنشرحها بالتفصيل النهارده، اسمها برينيال بودي. طيب اما خدت الميد لاين ساجيتال سيكشن ده، في عندي خط احمر كده واصل من السيمفسيس بيوبس لغايه البرينيال بودي. طبعا ده انا اخد ميد لاين ساجيتال سيكشن، فباين عندي خط، انما هو اكتوالي عباره عن تريانجولار ميمبرين. اسمه ايه الميمبرين دوت؟ اسمه برينيال ميمبرين. المنطقه اللي تحتيه، شوف انا بقول ايه، اللي تحتيه او سوبرفيشال تو ات اسمها سوبرفيشال برينيال باوتش، والمنطقه اللي هي اباف ات اسمها ديب برينيال باوتش. ده الكلام ده لسه بس كخطوه مبدئيه بصوره رف. المنطقه اللي هي سوبرفيشال تو ات او بلو ات يبقى اسمها سوبرفيشال برينيال باوتش، والمنطقه اللي هي اباف ات اسمها ديب برينيال باوتش. طيب ايه بقى الباوندرز بتاعت كل باوتش تفصيليا شويه بقى؟ لو خدت السوبرفيشال برينيال باوتش ده حاليا محصور ما بين حاجتين، البرينيال ميمبرين ابوردز لفوق، والتحت الميمبرنس لير بتاعه السوبرفيشال فيشيا. طيب الديب برينيال باوتش بين ايه وايه بقى؟ ركزوا معايا، قبل ما اقول لك بين ايه وايه هقول لك ايه المكون الاساسي اللي فيه عشان منه هنستنتج الاسامي دلوقتي. هو المكون اللي موجود فيه اسمه يورو جينيتال دايافراج، بيحتوي على السفنكتر اليوسا ومصل تانية ماشية بالعرض اسمها ديب ترانسفيرسس برينياي. دول بيمثلوا لي حاجة اسمها يورو جينيتال دايافراج، وبناء عليه يبقى الفيشيا اللي فوق اللي هي هتمثل لي السوبير باوندري بتاعت الديب برينيال باوتش ديت اسمها ايه؟ اسمها سوبيريور فيشيا اوف يورو جينيتال دايافراج. عاوز اعيدها من تاني، يعني معنى كده ان انا لو قلت لك الديب برينيال باوتش ده محصور ما بين فيشيا ايه وفيشيا ايه،
هقول لك من فوق اللي هي السوبير فيشيا اوف ذا يورو جينيتال دايفراج، ومن تحت البرينيال ممبرين اللي هو الاسم التاني بتاعه يعتبر الانفيريور فيشيا اوف يورو جينيتال دايفراج. شفنا بقى منين جت المسميات؟ يبقى المكون الاساسي في الديب برينيال باوتش هو سفنكتر يوريوسا صمام وعضله تانية ماشيه بالعرض اسمها ديب ترانزيسس برينيال. الاثنين دول مع بعض بيكونين لي حاجه اسمها يورو جينيتال دايفراج، وبناء عليه يبقى هو محصور ما بين اتنين فيشيا اخدين اسمهم من اسم المكون اللي هو المحتوى الاساسي بتاع اليورو جينيتال دايفراج. يبقى من فوق السوبير باوندري بتاعته اللي هو السوبير فيشيا اوف يورو جينيتال دايفراج، ومن تحت انفيو فيشيا اوف ذا يورو جينيتال دايفراج اللي هي البرينيال ميمبرين. وزي ما قلنا دلوقتي حالا ان السوبرفيشال برينيال باوتش محصور ما بين البرينيال ميمبرين والميمبرنس لير بتاعت السوبرفيشال فيش. يعني كده عرفنا كل واحد بين انهو فيشيا وانهو فيشيا، انهو فيشيا وانهو فيشيا. طيب هل في فرق جوهري بين الاثنين باوتشز ديت؟ اه في. لو مسكت الديب برينيال باوتش هلاقي الاثنين فيشيا دولت يونايتد ويز ايتش اذر، بص قافلين مع بعض من قدام، اند يونايت ويز ايتش اذر بوستيريورلي، يبقى قافلين من قدام ومن ورا. طب من على الجنبين الاثنين برضو قافلين مع بعض من على الجنبين زي ما هوريكم في الفيديو اللي انا هعمله لكم اللي جاي ده على طول. الله. اذا لو عاوز اوصف الباوتش ده في كلمه واحده هقول لك it is a closed pouch. تعال نقارن بينه بقى وبين السوبرفيشال بينيال باوتش. السوبرفيشال بينيال باوتش الممبرنس لير بتاعت السوبرفيشال فيشيا مع البينيال ممبرين زي افيوزد بوستيريوري اند فيوزد اون ايتش سايد، ولكن انتيولي كونتينوس مع السبكوتينيوس بتاع البينس سكروتم اند انتيو ابدومينال وول. يبقى لو حابين بقى نوصفه in relation to the deep pouch يبقى it is an open pouch. هتقول لي الله انت ايه دوشنا من ساعتها، ايه closed pouch و open pouch، يهمنا في ايه الكلام ده؟ اقول لك اخر واحد عليه clinical problem في interactive questions في الاخر خالص النهارده. ايه الفرق بقى، يهمني الكلام ده في ايه؟ ان انا هنلاقي دلوقتي ان اليوريسترا اللي هي قناه مجرى البول بتعدي من الديب pouch ومن السوبرفيشال pouch. والله لو واحد لا قدر في كار اكسيدنت او ديفيكالت انسيرشن اوف يورينري كاستر كاسترايزيشن وحصل انجر لليوريسرا، الانجر ده لو حصل فيها وهي في الكلوزد باوتش هيفضل يورين متجمع في الديب بنير باوتش، انما لو حصل لها انجري في السوبرفيشال بنير باوتش لا، ده اليورين هيحصل له جرافيتيشن ممكن في الابر بارت بتاع الساي، ممكن في اللي هو اللور بارت اوف ذا انتيو ابدومينال وول اند سو اون. يبقى الديب باوتش ات از ا كلوزد باوتش، ولكن السوبرفيشال بينيال باوتش ات از ان اوبن باوتش. طيب نشوف كده الرسمه اللي جايه ديت، هي مزيد من التوضيح بس. ده كده البيوبيك ارشر، انا خدت هنا كات سيكشن كده بالظبط، وبص بقى من تحت لفوق ده كده البرينيال ميمبرين، يبقى المنطقة اللي تحتيه اسمها سوبرفيشال برينيال باوتش. خلي بالك أنا هنا عندي اللي هو السوبرفيشال يعني اللي هو اللور، يبقى اللي تحت هو السوبرفيشال برينيال باوتش واللي فوقيه هو الديب برينيال باوتش. بعد كده بقى هلاقي اللي هو البلفيك فلور ممثل فيه الدايافراج، وما نلخبطش بين لفظين مهمين جدا. حاجة اسمها بلفيك دايفراج ده المقصود بيه الليفيتور ايناي والكوكسيجيس، وحاجه اسمها يورو جينيتال دايفراج ده اللي هو المكون بقى بتاع الديب برينيال باوتش اللي هو بيتكون من السفنكتر يوريثري مسل ومعاها الديب ترانسفيرسس برينياي مسل. وانا عامل لكم الفيديو اللي جاي ده عاوز نركز فيه كويس جدا، ولو تعرفوا تمثلوه معايا يبقى جميل جدا. دلوقتي عايزين نفهم الفكره بتاعه البرينيال باوتشز. اللي انا ماسكه في ايدي ده هو ده كده البوني بلفس زي ما احنا شايفين، اما احط ايدي كده ده كده اللي هو الانلت
بتاع البلفس اللي هو اسمه بلفيك بريم. اما ادخل ايدي كده يبقى انا دخلتها في البلفيك كافيتي. طب ايدي اما تطلع من تحت كده اهوت يبقى كده خرجت من الاوتلت بتاع البلفس اللي هو البرينيوم. اذا يبقى واحنا باصين كده هو ده المنظر بتاع الدايموند شيبت اللي هو بنشوفه في كل الرسومات اللي هنلاحظها النهارده في اللي هو البرينيوم. يبقى كده البرينيوم هو عباره عن الاوتلت بتاعت البلفس. طب المنظر الدايموند شيب ده اما هقسمه بايماجينري لاين كده هو بيعدي بتوين التو اسكال تو بريستس، اظن واضح جدا ان هيبقى عندي مثلث لقدام اهوت ومثلث لورا اهوت. طيب اذا المنطقه اللي بتكلم عليها ديت هو ده كده اليورو جينيتال ترينجل. طيب انا عايز احط دلوقتي البلفس في الاناتوميكال بوزيشن بتاعه. لو مسكتوا لي كده هوريزنتال كده هقول لك غلط، ده لما اجي السباتش كده هيبقى انتيرو وبوستيرو. لا، في الاناتوميكال بوزيشن البلفس تلتد لقدام شويه كده، ولذلك المكونات اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى من تحت لفوق، هتبقى حاجات سوبرفيشال اللي هي لور داون وحاجات ابوردز اللي هي هاير اب اللي هي تبقى ديبر لفوق. دلوقتي عايزين نشوف فكره تكوين البرنيال باوتشز عن طريق الثلاثه فيشيا اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. يا ريت كلنا نعمل مع بعض الاكتيفيتي ديت. هنجيب ثلاث ورقات لونهم مختلف ويا ريت يكون شكلهم مثلث زي ما هنشوف دلوقتي. اول ورقه اللي هي رقم واحد ديت ابدا احطها بين صبعيني كده في ايدي الشمال، ودي بتمثل لي اول طبقه من الفاشيا لور داون اللي هي الميمبرنس لير بتاعت السوبرفيشال فيشيا. طب الطبقه رقم اتنين ديت كده اهوت بتمثل لي البرينيال ميمبرين، احطها كده بالظبط. الطبقه رقم ثلاثة ديت بتمثل لي السوبيو فيشيا اوف ذا يورو جينيتال دايفراج، وبحطها كده اهو بالظبط. وبكده يبقى المسافة اللي هي ما بين الممبرنس اللي هي بتاعت السوبرفيشال فيشيا ديت والبرنيال ممبرين اللي بحرك فيها القلم ديت هو ده كده السوبرفيشال برنيال باوتش. والمسافة اللي هي ما بين البرنيال ممبرين والسوبيو فيشيا اوف ذا يورو جينيتال دايفراج اللي بحرك فيها القلم ديت كده اهو هو ده كده الديب برنيال باوتش. ايه الفرق ما بين الاثنين باوتشز دولت؟ ان السوبرفيشال باوتش ده از اوبن انتيولي ولكنه كلوزد من السايدز ومن بوستيولي. طب الديب برينيال باوتش لا، ده مقفول على بعضه من كل الجهات، علشان كده يعتبر ديب يعتبر كلوزد باوتش. طب عايز بقى كورليشن للمظهر اللي شايفينه دوت بالبوني بلفس اللي عندي. هجيب البلفس اهو وهبدا اعمله تلت على قدام كده اهوت، واحط عندي اللي هو التلاته الاثنين باوتشز اللي عندي اهوت بالتلاته فيشيا. يبقى اللي تحت خالص ده هو السوبرفيشال برينيال باوتش اللي هو higher to it او deeper to it او superior to it هو ده الديب برينيال باوتش. دلوقتي بقى هنسيبنا خالص من البرينيال باوتشز وهناخد حاجه اسمها بيودندال كانال. معلش، هو البرينيوم له سيكونس معين علشان نفهمه، يعني كان اول خطوه لازم نعرف ايه هي مكان البرنيال باوتشز والباوندز بتاعتها. طيب بعد كده لو دخلت على طول في المكونات بتاعه كل باوتش هنقول فيها اسامي نيرفز وفيزلز. طب احنا مش عارفين دي كانت فين جايه منين، فلما نحفظ اسامي على الفاضي كده لا، احنا هندرس الاول البيودندال كانال وهنستنتج منها ايه النيرفز والفيزلز اللي بتعدي في كل باوتش، ومن بعد كده نبدا بقى ناخد المكونات بتاعه السوبرفيشال برنيال باوتش والديب برينيال باوتش. علشان نفهم البيودندال كانال هنشوف مع بعض حته الفيديو اللي انا عامله اللي جاي دوت، وبعد بعد كده نبدا نتكلم عليها خطوه بخطوه. دلوقتي نشوف مع بعض فكره اللي هو البيودندال كانال. اللي انا ماسكها دي كده اللي هو الهيب بون. نركز كده مع بعض، هنا انتيريور سيمفيس بيوبس والكلكوعه اللي ورا ديت اللي هي الاسكال تيوبريستي، انا وضعها عليا انا كده بالظبط دي رايت سايد.
الفتحه احنا شايفينها ديت اللي هي الاوبتيوريتور فورمن، اللي هي متغطيه باوبتيوريتور ممبرين، اللي هو اخد اوريجن منه مكان ايد كده بالظبط الاوبتيوريتور انترنس ماسل. طيب الاوبتيوريتور انترنس ماسل ديت كفرد باي فيشيا، الفيشيا ديت اسمها اوبتيوريتور فيشيا، اللي هي بتبقى سكند في خط انتروبوستيولي من الباك بتاع البيوبس لغايه الاسكا سباين، الخط ده اللي هو اسمه وايت لاين، اللي هو بيدي اوريجن للليفيتور ايناي اون ايتش سايد. ايه تاني تشينج بقى او تاني دريفيتيف بالنسبه للاوبتيوريتور فيشيا؟ ان مكان ايدي كده بالظبط، مكان صبع كده بالظبط، اللي هو على الميديال اسبكت بتاعت الاسكال توبرستي، بيحصل لها سبليتنج. يعني ايه سبليتنج؟ بدل ما هي طبقه واحده، بص حصل لها سبليتنج، يعني اتفلقت كده اهوت، عملت لي كنال. فين مكان الكنال ديت؟ هيبقى مكان الكنال دي هنا كده بالظبط. اسمها ايه بقى الكنال اللي اتكونت ديت؟ اسمها بيودندال كنال. نشوفها بصوره اوضح. هعتبر ان ديت كده عباره عن اللي هي الاوبتيتو فيشيا. خلي بالنا ان هي عباره عن طبقتين اهيت، انا بخلي طبقه شفافه وطبقه لونها ابيض. اللي حصل فيها ان حصل لها سبليتنج زي ما قلت دلوقتي، وعدى من هنا ستراكشرز معينه، فليكن هو ده كده مثلا البيودندال نيرف. مكانها فين بقى على البون؟ عامله كده بالظبط. طيب الفكره هنا بقى ان انا اسال نفسي دلوقتي البيودندال كانال ديت جايبه منين وبتحدف على فين؟ بص معايا كده، اللاند مارك بالنسبه لي هنا ده كده اسمها اسكيال سباين، يبقى اللي فوقها ده جريتر ساتيك فورمن، واللي تحتها دي ليزر ساتيك فورمن. يبقى هي جايبه منين بقى؟ اول فتحه بتاعت الكنال جايبه منين؟ جايبه من الليزر ساتيك فورمن. طب بتودي على فين قدام هنا؟ اكيد هتودي على البرينيوم، عارفين. طب هتودي على السوبرفيشال ولا الديب بينيال باوتش؟ ده اللي همثله معاكم دلوقتي. لسه قايلين دلوقتي ان عندي التلاتة باوتش، التلاتة من برينز اهمت، ادي رقم واحد، ادي رقم اتنين، ادي رقم تلاتة. هي دلوقتي هتحدف لي على الديب برينيال باوتش اهو. يبقى هي جابت عندي من الليزر سياتيك فورمن وحدفت على فين؟ على الديب برينيال باوتش. يبقى لو النيرف اللي في ايدي ده وصل الى الديب بينيال باوتش، يبقى علشان يوصل بعد كده يطلع له برانشات توصل للسوبرفيشال بينيال باوتش، يبقى هتخرم عندي مين؟ هتخرم عندي البرينيال ممبرين. مره ثانيه، يبقى البيودندال كانال ديت موجوده على الميديال سايد بتاع الاسكيال تيوبريستي، عباره عن جاست سبليتنج اوف ذا اوبتيوريتور فيشيا. الكانال ديت بتوصل عندي من مكانين، ده مهم جدا عشان نفهم الكورس بتاع البيودندال نيرف والانترنال بيودندال ارتي. بتوصل عندي من الليزر سياتيك فورمن زي ما شفنا على البون، بتحدف عندي فين؟ في الديب برينيال باوتش. يبقى الاستراكشر اللي عندي دوت عشان يوصل الى الدي السوبرفيشال باوتش لازم يخرم عندي مين؟ اللي هو البرينيال ميمبر. ادي المنظر بتاع البيودندال كانال اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انا كده ابص على الميديال اسبكت بتاعه الاسكال توبريستي، في هنا عندي وقت سبليتنج للاوبتيوريتور فيشيا، عمليه اللي هو البيودندال كانال، واديها بتوصل هنا وقت عندي من الليزر سياتيك فورمن الى الديب برينيال باوتش. نراجع بقى بسرعه، عباره عن ايه البيودندال كانال؟ It is a facial tunnel in the lateral wall of the pelvis. بتتكون من السبليتنج بتاع الاوبتيوريتور فيشيا على الميديال سايد بتاع الاسكال توبريستي. الاكستنشن بتاعها بتبدا من الليزر سياتيك فورمن، بتحدف لفين؟ بقولها للمره الالف اهو، الى الديب باوتش. يعني لو عندي ستراكشر كان معدي في الليزر سياتيك فورمن ماشي في البيودندال كانال وصل الى الديب باوتش، يبقى عشان يوصل للسوبرفيشال باوتش لازم يخرم عندي مين؟ البرينيال ممبرين. ايه المكونات الموجوده بقى في البيودندال كانال ديت؟
في عندي حاجة اسمها pudendal nerve، رقم 2 عندي الانترنال pudendal vessels. تعالى نتكلم على pudendal nerve. عاوزين نفهم مع بعض الرسمة دي. دي كده الهيب بون ببص لها من على الميديال سايد. دي كده منطقة الإسكيال تشوبرستي. ده مكان البيودندال كانال. وادي الليزر سياتيك فورمن. الخط اللي أنا رسمه دوتد ده بيمثل لي البرينيال ممبرين. يبقى الحجرة الضيقة اللي جوه ديت هي دي الديب برينيال باوتش. ويبقى كل المسافة اللي أنا بحرك فيها الليزر بوينتر ديت دي تعتبر السوبرفيشال بيرينيال باوتش. تعال بقى نتكلم على البيودندال نيرف، وانا بصراحه هنا متعمد ان ما اجيبش التكست ككتابه خالص عشان نتعود ازاي نطلع الداتا من على الدياجرام. اول حاجه بالنسبه للاورجن بتاع البيودندال نيرف، زي ما احنا عارفين ده برانش من السيكرال بلكسس جاي من الفنترال ريماي بتاعه اس 2 3 اند 4. اعتقد الرسمه بتتكلم عن نفسها، مش محتاج تقرا حاجه. طيب بعد كده النيرف هيروح فين؟ هيدخل في جريتر سياتيك فورم، وبعدين هيكيرف بيهايند الليجامنت ده اللي هو اسمه ساكرو سباينس ليجامنت. ده انه جاي داخل فين بعد كده؟ في الجريتر سياتيك فورم. يعني سيمبلي هو دخل في الجريتر ولف من ورا الساكرو سباينس ليجامنت ودخل في الليزر ساتيك فورم. طب بعد كده it enters through the pudendal canal. بص بقى النقطه اللي جايه ديت. In the posterior part of the pudendal canal it divides into its two terminal branches اللي هم اسمهم ايه؟ dorsal nerve of the penis or clitoris و perineal nerve. يبقى خلي بالك هو اتقصف عمره، انتهى في البوستيرور بارت بتاع البيودندال كانال. يعني خلاص وانا بكمل الكورس بتاعه ما ينفعش اقول ده بيودندال نيرف. طب مين بقى اللي هيكمل مكانه؟ ابنه الكبير اللي هو الدورسال نيرف اوف ذا بينس. هيمشي ازاي؟ ذا بيودندال كانال ليدز ذا دورسال نيرف اوف ذا بينس او كليترس تو ذا ديب برينيال باوتش. طيب ازاي هيوصل الى السوبرفيشال برينيال باوتش؟ It pierces the perineal membrane and runs on the dorsum of the penis or clitoris. مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ انا عاوز ورقتين فاضيين. هنكتب على كل واحدة عنوان وهنستكمل الايتمز بتاعته على مدار الشرح بتاع المحاضرة كلها. اول عنوان في الورقة الاولى دلوقتي هنكتب structures piercing the perineal membrane. واعتقد اول استراكشر واضح عندي اهوت هو dorsal nerve of the penis or clitoris. نلاحظ ان البيودندال نيرف باي اتسلف ما بيخرمش البرينيال ممبرين، ولكن الابن الكبير من ولاده اللي هو dorsal nerve of the penis or clitoris هو ده اللي بيخرم عندي البرينيال ممبرين. هقول الكورس مره ثانيه، ولو سمحتوا بعد اقوله مره ثانيه هتوقفوا الفيديو وكل واحد يسمعه لنفسه. The perineal nerve is a branch from the sacral plexus. It arises from S2, 3 and 4 ventral rami. It passes through the greater sciatic foramen, then curves behind the sacrospinous ligament to enter through the lesser sciatic foramen. It enters the pudendal canal, where it divides in its posterior part into dorsal nerve of the penis or clitoris and perineal nerve. Then, the dorsal nerve of the penis or clitoris passes from the canal to the deep perineal pouch. After that, it pierces the perineal membrane to run on the dorsum of the penis or clitoris. أنا كده كلمت على الأورجن والكورس بتاعه. نيجي للبرانشز. الحقيقة سواء هو أو الأرتري أنا بقسمه إلى ثلاث محطات البرانشز بتاعته. أول حاجة
ان ذا بوستيرير بارت اوف ذا كانال هيدينا حاجه اسمها انفيرو ريكتال نيرف. بعد كده هيتقسم الى التو تيرمينال برانشز بتوعه اللي هو دورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس، رقم 3 المحطه الثالثه وهو برينيال نيرف. البرينيال نيرف ده عباره عن سنسوري اند موتور. موتور لايه؟ موتور لكل البرينيال ماسلز اللي هي ماشيه في السوبرفيشال والديب برينيال باوتشز اللي هنقولها حالا دلوقتي. طب والسنسوري؟ عباره عن سكروتال اور ليبيال نيرفز، وسواء دول او دول بيخرموا عندي البرينيال ممبرين. يبقى من فضلك كمل معايا دلوقتي، ايه هي النيرفز اللي بتخرم البرينيال ممبرين اب تو ناو؟ يبقى عندي ثلاثه. الاساسي بتاعهم اللي يهمني جدا اللي هو دورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس، يليه في الاهميه اللي هو سكروتال اور ليبيال نيرفز، واقلهم لان بيبقى بنش رفيع خالص اللي هو الماسكولار برانشز اللي طالعه من البرينيال نيرف اللي رايحه تغذي المسلز اللي هي في السوبرفيشال والديب برينيال باوتشز. كده انا خلصت البرينيال نيرف. ناخد بقى اللي هو الانترنال بيودندال ارتري ونشوف بقى لو انتوا شاطرين كل واحد يا جماعه لي بقى ايه البوينتس اوف سيميلاريتيز والديفرنسز في الكورس ما بين الانترنال بيودندال نيرف والبيودندال ارتري. طيب همشي معاه برضه خطوه خطوه زيه زي اي ارتري. اول حاجه الاوريجن بتاعه جاي منين؟ ده واحد من البارايتال برانشز اوف ذا انتيرور ديفيجن of internal iliac artery. ايه الكورس بتاعه؟ الباسس ثرو جريتر سياتيك فورم. Then curves behind the ischial spine. قارن لي بينه وبين النيرف. Then it passes through the lesser sciatic فورم. شوف بقى اشتركوا في ايه واختلفوا في ايه. After that it passes through the periodontal canal which leads it to the deep perineal pouch. في كلمة هنا هقولها مهمة جدا، يبقى هو شخصيا دلوقت اللي وصل إلى deep pouch مش برانش منه ولا حاجة. After that it pierces the perineal membrane. تاني ملاحظة، يبقى هو النيرف شخصيا برضه اللي عمل piercing للperineal membrane عشان تقارن لي بينه وبين النيرف. طيب then it divides into its two terminal branches اللي هما الديب والدورسال arteries of the penis or clitoris. هقوله مرة تانية بسرعة. The internal pudendal artery, it is a branch from the anterior division of internal iliac artery. يعتبر parietal branch. It passes through greater sciatic foramen, curving behind the ischial spine, to reach the lesser sciatic foramen, then it passes through the periodontal canal, which leads it to the deep perineal pouch. After that, it pierces the deep perineal pouch and divides into its two terminal branches, which are the deep and the dorsal arteries of the penis and the clitoris. وعاوز بسرعه نجري على الورقه بتاعتنا بتاعت التجميعه الاولى وهي ايه الاستراكشرز اللي تعمل بيرسنج للبرينيال ممبرين، وتعالى نشوف مع بعض. هنقول اول برانشز وانتم بقى تستنتجوا منها ايه اللي بيعمل بيرسنج للبرينيال ممبرين. اول حاجه هقسمه برضه الى ثلاث محطات زيه زي النيرف بالظبط. In the posterior part of the canal هيديني حاجه اسمها inferior rectal artery. يبقى النيرف كان بيديني inferior rectal nerve، هنا بيديني ايه؟ inferior rectal artery. طيب بعد كده بيديني حاجه اسمها برينيال artery. برينيال artery هيغذي الاستراكشرز الموجوده في البرينيه. هيديني حاجه اسمها artery of the bulb. يبقى المرحله الوسطانيه هيديني فيها اللي هو برينيال artery و artery of the bulb، والاثنين بيعملوا piercing للبرينيال membrane.
بعد كده الارتي اللي هو الانتنا بننزل الارتي شخصيا، انا بحب اقول جدا كلمه شخصيا ديت، بيخرم البرينيال ميمبرين then it divides into its two terminal branches اللي هما deep and dorsal arteries of the penis or clitoris. نكتب بقى في الورقه بتاعت التجمعات بتاعتنا ايه هي الاستراكشرز او الارتيز اللي بتخرم عندي البرينيال ميمبرين. تبدا لي رقم واحد internal pudendal artery، رقم اثنين في الأهمية هو artery of the bulb. عاوز تقول معاهم البرينيال artery it's okay، وعارف ان احنا هنا بنوع بقى نلف وندور. طب هو البرانش الفلاني ده بيخرم الممبرين ولا لا؟ يا جماعة المينيوت minor branches مش مشكلة، بس ما تسيبليش الحاجة اللي قد كده اللي هو المين جلوب بتاعنا وتروح لي على البنشات الصغيره خالص ونقعد نضيع فيها وقت ونفتح النت وندور نقول طب اشمعنى ده مكتوب وده مش مكتوب. خلاص الاهميه رقم واحد هو الانترنال بيدنال ارتي، رقم اثنين ارتي اوف ذا بلب ده رايح للبلب بتاع البينس اور كليتوس، رقم ثلاثه ممكن تقول معاهم اللي هو المينيوت برانشز اللي بتطلع من اللي هو البرينيال ارتي. ده كده اللي هو الاوريجن والكورس والبرانشز بتاعه البيودندال نيرف. الحقيقه صوره جميله جدا، انا عايز بقى كل واحد كده يقعد يسمع لنفسه عليها اوريجن كورس اند برانشز. تعال نشوف بقى سؤال كده نفوق بيه. Which is not true as regard the pudendal canal formed by splitting of the obturator fissure. تمام. Contains internal pudendal artery. أكيد. It lies on the medial side of the ischial tuberosity. عظيم. It leads to superficial pineal pouch. واضح عندنا في الصورة هنا إيه؟ بتودي للديب ولا للسوبرفيشال؟ للديب. يبقى الإجابة عندي هي نمبر دي. كده بقى نبدأ نتكلم على السوبرفيشال باوتش. السوبرفيشال بينيال باوتش واحنا قلبنا جامد، ونشوف بقى ايه هي الكونتنتس بتاعت الباوتش ده في الميل وبعدين في الفيميل. الكونتنت بتاعته الموجوده في الميل اول حاجه عندي حاجه اسمها روت اوف ذا بينس اللي هو الجذع، بدايه التكوين بتاع البينس. واقول لكم فاكرين الرسمه ديت؟ الرسمه دي ده كده البودي بتاع البينس اللي انا بشاور عليه ده اللي هو اسمه الروت بتاع البينس، بيكون من one structure on each side وone midline structure. اسميهم ايه بقى؟ اللي هو الميدلاين structure ده اسمه bulb of the penis، واللي هما on each side دولت اسمهم crura of the penis. تعال بقى نكبرهم ونشوفهم اهو. يبقى ادي البلب بتاع البينس وادي الكرورا اوف ذا بينس، يعني هما دولت انت لو مشيت معاهم لقدام كده اهو هيدوني البودي او الشافت بتاع البينس. طب هما عباره عن ايه دولت؟ هما عباره عن سبونجي اريكتايل تيشو، يعني والسيكشوال ستيميوليشن بيحصل فيهم انجورجمنت اوف بلاد فيؤدي الى اريكشن. طب عاوز اضيف هنا حاجه، ان البلب بتاع البينس ده بيخترقه بيدخل فيه من فوق كده اهو ويفضل ماشي جواه اليوريثرا. عشان كده ده سؤال كلنا هنتساله فيما بعد لو ما جاوبتوش انا دلوقتي. هقول لك الله، هو من المكونات ليه قلنا ان اليوريثرا واحد من المكونات بتاعه الديب بيرنيال باوتش وما قلناهاش انها واحد من المكونات بتاعه السوبرفيشال بيرنيال باوتش؟ هقول لك يا سيدي، ما هي اصلا بالفعل واحد من المكونات بتاعه البلب، وطالما قلت البلب يبقى هو اوريدي جواه مين؟ جواه اليوريثرا اللي هي بنسميها بلبر يوريثرا. تاني مكون عندي في السوبرفيشال برينيال باوتش هو حاجه اسمها سوبرفيشال برينيال ماسلز، مجموعه من العضلات قاعده على السبونجي اريكتايل تيشو ديت. نشوفهم مع بعض. تلات عضلات اهو، يعني انت لو بصيت كده لاول وهله الله ما دي الرسمه اللي فاتت، ابدا دي مش الرسمه اللي فاتت. ده عباره عن مجموعه من العضلات
كانت قاعدة على الاثنين كروية والبلب، اللي هما ايه بقى؟ واحدة اسمها superficial transversus brinii ماشية بالعرض اهيت، والتانية اسمها ischio cavernosus اللي بشوف عليها one on each side اللي قاعدة على كل كرس، والتالتة اسمها bulbus bungiosus اهيت. طب زي ما تعودنا نشوف بقى الرسمة الماجنيفايد، الرسم المبسط بتاعي بقى اهيت. ادي الثلاث عضلات اللي عندنا، ادي superficial transversus brinii. مش هتكلم ان ديتيل بقى على اوريجن وانسيرشن وكده، لا انا هقول لك بس ان العضله ديت فايدتها ان هي ماسكه في البرنيال بودي بتثبتهولي. اذا سيادتك بقى عايزك تجري لي بسرعه على الورقه بتاعت التجميعات الثانيه وتقول لي muscles attached to the brinial body. ودي ابتدينا هوت بأول واحدة عندي اسمها ايه بقى؟ superficial transversus brinii. ليه اتسمت superficial؟ لان في واحدة زيها هي deep to the brinial membrane اللي انا بشاور عليه ده البرينيال membrane. superficial to it عندي واحدة اسمها superficial transversus brinii. mirror image deep to it عندي واحدة اسمها deep transversus brinii muscle. خلاص؟ طيب يبقى انا كده عندي كام مصل اتاتش البرنيال ما بين حتى الان؟ لو قلت لي واحده اقول لك لا انت غلطان، دول اثنين لان دي عباره عن 1 اون ايتش سايد. وفائدتها ايه؟ بتثبت لي هنا البرنيال بودي. طيب نيجي للمصل الثانيه اللي هي ايسكيو كافيرنوزس اللي هي دي ودي. دي قاعده لي على الكروه بتاعت البينس، الكروه دي عباره عن اللي هو سبونجي اريكتايل تيشو. طب فائده المصل دي ايه؟ اما يحصل اريكشن تضغط على اللي هو البلاد فيزلز في المنطقه دي فيحصل مينتنانس اوف اريكشن. خلاص؟ طيب دي تاني مصر وحطها لي حلقه في ودنك ان الاسكيو كافيرنوزس مصر ديت نوت اتاتش تو ذا بيرينيال بودي، عشان دي بتيجي واحده من الاسئله بتاعت المالتيبل تشويس كويتشن. العضلة الثالثة بقى اللي هي اسمها بالبوس بونجيوزس، خلي بالك دي 1 اون ايتش سايد وبيلتقوا مع بعض في الميد لاين راف دوت. دي قاعدة على البلب بتاع البينس، فايدتها بتضغط على السبونج تيشو، نفس الفكرة تو مينتين اريكشن، بس دي بقى لها فانكشن ثانية كمان. اليوريثرا اللي في المنطقة ديت بتبقى دايليتد شوية، بتعمل لي حاجة اسمها بالب اوف ذا يوريثرا. فما بيحصل كونتراكشن للمصل ديت ماشي، بتضغط على البلب بتاع اليوريثرا تقوم تعصره، يوم يحصل اكسبلشن للترمينال دروبلتس اوف يورين اور سيمين ات ذا اند اوف ميكتوريشن اور ايجاكيوليشن. كده وصلنا الى الارترز اللي هي موجوده في السوبرفيشال بينيال باوتش. انا شايف ان انا المفروض ما قلتش فيها ولا كلمه ديت، احنا خلاص نقدر نستنتجها دلوقتي من خلال مراجعتنا للكورس والبرانشز بتاعت اللي هو الانترنال بيدندال ارتري. عندي الانترنال بيدندال ارتري اتسلف موجود في السوبرفيشال باوتش، سكروتال ارتري، دورسال ارتري، ديب ارتري اوف ذا بينس، وارتري اوف ذا بلب. ايه الفينز الموجوده؟ حاجه اسمها ديب دورسال فين اوف ذا بينس. ايه النفس الموجوده؟ نفس الكلام من خلال دراستنا اللي هو البيودندال نيرف. قلنا بقى ان اهم نقطه مني هنا، هل ينفع اقول البيودندال نيرف موجود؟ لا، قلنا ابنه الكبير هو اللي موجود، افتكروني دايما بيها ديت. عندي دورسال نيرف اوف ذا بينس ومعاه اللي هو السكروتال نيرفز. نشوف بقى الكونتنتس بتاعه السوبرفيشال برينيال باوتش في الفيميل. الحقيقه يعني هو مور ليس نفس الكلام، بس بدل ما هقول روت اوف ذا بينس هنقول ايه بقى المره دي؟ روت اوف ذا كليتورس. بيكون من ايه بقى يا جماعه؟ بيكون من اثنين بلب، خلي بالك هناك البلب الاثنين بلب كانوا متحدين مع بعض. لا، هنا بيكون من حاجه اسمها اثنين بلب اوف ذا فيستبيول اللي دول ان بتوين هيعدي عندي اليوريثرا والفاجينا. خلاص؟ وبعدين عندي اللي هو تو كرورا اوف ذا كليتورس. زي ما اتفقنا ان الكليتورس هو
الهومولوجس اورجان في الميل، خلاص يعني كورسبوندنج تو البينس في الميل. نفس الفكره بتاعتنا اهوت، ادي عندي اتنين كروع واتنين بلب، وبيعدي بينهم ادي اليوريثرا وادي الفاجينا. طب عندي بقى سوبرفيشال بينال ماسلز، نفس الكلام زي ما قلنا بالنسبه للميل. اهيت نفس الكلام ونفس الفكره، وعلى فكره البالبوس بونجوز ديت it adds to the sphincteric activity of the vagina. الارتريز والفينز والنيرفز نفس الكلام زي الميل، بس اي حاجه هنلاقي فيها سكروتال يبقى بدلها ايه؟ ليبيال. واي حاجه فيها كلمه بينايل يبقى هنا نقول ايه بقى؟ كليتوريال. ده بقى الفرق الوحيد، ان انا عندي هنا في الفيميل في جلاند زياده اسمها جريتر فيستيبولار جلاند، مكانها فين؟ موجوده عند البوستيور اند بتاعه البلب اون ايتش سايد. ايه هي الجريتر فيستيبولار جلاند ديت؟ هي عباره عن جلاند الدكت بتاعتها بتفتح عند اللور اند بتاعه الفاجينا، وظيفتها ان هي بتفرز ميوسينس سكريشن which powered at sexual activity، وده بيعمل lubrication during sexual intercourse. هيبقى السلايد ديت عباره عن مراجعه، هتلملي كل ما يخص السوبرفيشال بينال باوتش بالنسبه للميل، ومن بعدها بالنسبه للفيميل. بصوا كده، ادي الروت بتاع البينس، بصوا لك كويس جدا، ادي السوبرفيشال بينيال ماسلز، وادي ازاي بيحصل كونتينويشن للروت عشان يكمل لي الى الشافت بتاع البينس. سلايد مجمعه ديت، نفس الكلام بالنسبه للفيميل، ادي الروت بتاع الكليتوس، وادي السوبرفيشال بينيال ماسلز، وادي المنظر المميز بتاعه الغده بتاعتنا اللي هي الجريتر فيستيبولار جلاند جنب اللي هو اند بتاعه الفاجينا على طول اهيت. فكره لها اسم تاني كلينيكالي، هي دي اللي اسمها بارسولين جلاند. وعلى فكره يعني ساعات كتير ديو تو باد هايجين ساعات بيحصل فيها انفلاميشن، بتتسد الدكت بتاعتها ويحصل لها انفلاميشن بتعمل ابسس. نفوق بقى كده بسؤالين. Which is not true as regard greater vestibular gland present in female؟ اه طبعا. Lies superficial to perineal membrane؟ اه يعني موجوده في السوبرفيشال بينيال باوتش صح. It is one on each side؟ طبعا. It's duct versus the perineal membrane؟ ابدا. دي قاعده في السوبرفيشال بينيال باوتش والدكت بتاعتها بتدخل على طول على الفاجينا. يبقى ده اللي تشويس بتاعي اللي هو نمبر سي. Which of the following is not present in the superficial perineal pouch؟ كراس ولا الفيستيبولار جلاند؟ اسكو كافرنوزس ماسل ولا اكسترنال يوريثرال سفنكتر؟ اعتقد ده احنا ما جبناش سيرته في السوبرفيشال باوتش لانه موجود في الديب باوتش. كده بقى وصلنا الى الديب برينيال باوتش. نشوف بقى الكونتنتس اللي هي موجوده في الديب برينيال باوتش. الحقيقه عشان اسهل على نفسي يبقى لازم اقسمهم، نعملهم بخطه كده معينه. هنقول 3 2 3 ازاي بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه عندي حاجه اسمها الممبرنس يوريثرا اللي انا بشاور عليها ديت، قناه مجرى البول اللي بتعدي من خلال الديب برينيال باوتش. On each side of the membranous urethra عندي اللي باللون الاخضر ديت اسمها بالبو يوريثرال جلاندز، وليا واقفه هنا في تكتين تجمعتين هنا مهمين. اول حاجه ان البالبو يوريثرال جلاند ديت هي الجلاند اللي هي الهومولوجس تو
بارسولين جلاند، الاثنين بادئين بحرف البي خفيفه اهوت. بارسولين اللي هي الجريتا فيستيبلر جلاند الموجوده في الفيمير. طب ايه الفرق بينهم؟ ان البالبوريسا جلاند ديت موجوده في الديب باوتش، والضغط بتاعتها بتخرم البرينيال ممبرين علشان تصب فيه البالبوريسا. ضيفها لي بسرعه تبع الاستراكشرز اللي بتخرم البرينيال ممبرين. انما الجريتا فيستيبلر جلاند اللي هي البارسولين جلاند دي موجوده في السوبرفيشال باوتش، والضغط بتاعتها بتعدي بالعرض على طول تفتح مباشره في الفاجينا. طيب قلت دلوقتي بنحفظهم 3 2 3. الاستكشر التالت بتاعهم هي الممبرنسوسرا ديت بيحيط بيها كده اول اراوند بطريقه معينه، حاجه اسمها سفنكتر يوريسري ماسل، ماشيه في ديفرنت دايركشنز اهوت. سفنكتر يوريسري مصر، ادي اول ثلاثه. الاثنين الوسطانيين بقى عباره عن مصل والفاجينا. المصل اللي اسمها ديب ترانسفيرسس برينياي مصل زائد طبعا الفاجينا ان في ميل. طب الديب ترانسفيرسس برينياي ديت هي الميرور ايمج بتاعت مين؟ السوبرفيشال ترانسفيرسس برينياي اللي كانت موجوده في السوبرفيشال برينيال باوتش. لاحظوا ان في الرسمه دي هنا احنا شايلين البرينيال من بين خالص عشان اشوف ايه الاستراكشرز تحتيه اللي هي بتمثل لي الكونتنت بتاعت الديب برينيال باوتش. بعد كده بقى عندي التلاته الاخر دولت مجموعه من النيرفس والفيزيتس اللي هم ايه بقى؟ دورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس، تيرمينال بارت اوف انترنال بيودندال ارتري، وبعدين اللي هي فيزيلز اوف ذا بلب. تعالوا نفوق بسؤال بقى كده. Which of the following is not a content of the deep perineal pouch? Deep transverse perineal، ده احنا سائلينها. Sphincter urethra؟ طبعا. Urethra؟ أكيد. Internal bidental؟ طبعا. أمال مين الوحيد اللي مش موجود؟ هل البيودندال نيرف نفسه اللي بقى موجود ولا ابنه الكبير؟ طبعا ابنه الكبير اللي هو الدورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس. تعالى بقى التجميعه اللي انت عملتها، امسك الورقه في ايدك وتعالى نشوف بقى نطبقها هنا، نشوف هل في حاجه ناقصانا ولا لا. اولا البناء ممبرين هو عباره عن ستريتش ممبرين بيوصل بين التيو بيوبيك ارش على كل ناحيه، ماشي، وفي حته جاب هنا بينه وبين الانفير بيوبيك ليجامنت. ده ديفرنت فيوز اهيت، اقعد بقى بص لي عليه كده واحده بواحده وشوف علاقته ايه، ان هو كان الفاصل ما بين السوبرفيشال باوتش بلو ات اند ذا ديب باوتش اباف ات. السؤال الشهير بتاعنا بقى، ايه الاستراكشرز اللي بتخرم البرينيال ميمبرين؟ بص يا سيدي، بنقسمها الى اتنين تيوبس وتلاته فيزلز وواحد اورجن. نشوف مع بعض. ادي اول حاجه الاتنين تيوبس الميمبرنس يوريثرا، والدكتس بتاعت البالبو يوريثرا جلانس. جميل جدا كده، يبقى حاجتين انبوبتين بيعدوا من خلاله اللي هو الممبرنس يوريثرا والدكت بتاعت البالبو يوريثرا جلاندز. طيب ثلاثة فيزلز بقى اللي هم ايه؟ بصوا كده معايا، جميل جدا، الانترنال بيودندال ارتري والدورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس والارتري اوف ذا بالب. طبعا الثلاثه دولت هو عباره عن نيرفز اند فيزلز، يعني ترنا بيودندال ارتري، دورسال نيرف اوف ذا بينس اور كليتورس، وارتري اوف ذا بالب. طب والواحد اورجان بقى مين؟ هو عباره عن الفاجينا ان فيميل. مهم جدا لان دايما بنتسال ذا فولوينج، which of the following structure doesn't bear the perineal membrane. شكله مجسمات البرينيال ميمبرين وبيبين لي الاستراكشرز اللي فيه ايه اهمت، دول هما بيمثلوا لي حاجه مهمه جدا اسمها يورو جينيتال دايفراج اللي هما ديب ترانسفيرسس برينيال ماسل والسفنكتر يوريثري ماسل.
نفوق بسؤال. لسه بنقول عليه اهوت. Which of the following structures doesn't burst the pineal membrane؟ اظن انا من اول وهله كده اما ابص واضح جدا انه هو عباره عن البيودندال نيرف. عشان مين اللي بيخرمه؟ ابنه الكبير، خلاص زهقنا منها. نشوف بقى البرينيال بودي اللي هو السنترال برينيال تندون. اهو ده مكانه. اخذنا الرسمه دي ايام زمان اما اخذنا اللي هو البلفيك ماسلز، وقلنا ان هو عباره عن فايبرو ماسكولار باند، وحتى الاسم العلمي الجديد بتاعه اسمه سنترال برينيال تندون او برينيال ميمبرين. قلنا ان هو بنعتبره ريلوي ستيشن، محطه بيمسك فيها كام عضله؟ بيمسك فيها 10 عضلات. هو مكانه فين؟ في الميل ما بين الانال كانال والبلب اوف ذا بينس. طب في الفيميل؟ موجود بتوين الانال كانال واللور اند بتاعه الفاجينا. طبعا ده مهم جدا للانتجريتي بتاعه البلفيك فلور بالذات في الفيميل، عشان كده اثناء الليبر اللي بتولد في البيت لسه او مفيش سبورت كويس للبرينيوم، ده واحد من الحاجات اللي هي بيحصل لها تير وبتضعف البلفيك فلور. النقطه دي ابلايد مهمه جدا. ايه بقى المصل اللي هي اتاتشد تو ات؟ بقسمها الى اتنين سفنكترز واربعه بير اوف ماسلز، يبقى التوتال بتاعهم 10 ماسلز. يا ترى بقى انتوا جمعتهم بالكامل في الورقه اللي معاكم ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض ونراجع مع بعض. اول حاجه الاتنين سفنكترز اهمت. عباره عن ايه؟ عباره عن السفنكتر يوريسري ماسل والاكسترنال انال سفنكتر، يعني واحد بتاع اليوريناري سيستم والتاني بتاع الجي اي تي. طب الاربعه بيرز اوف ماسلز بقى هم عباره عن ايه؟ اعتقد احنا جمعناهم على مدار الشرح بتاعنا. عندي اول حاجه ليفيتور ايناي، اوعك تنساها. عندي اليمين والشمال بيمسكوا في مين؟ في الليفيتور ايناي. ايه تاني؟ عندي ديب ترانسفيرسس برينياي ماسل اهيت، دي موجوده في الديب باوتش. طب بالتعامه بقى الموجوده في السوبرفيشال باوتش، يبقى عندي سوبرفيشال ترانسفيرسس برينياي ماسل، وبعدين بعد كده البلبو سبونجيوزس ماسل. يبقى عندي كده 1 2 3 4 دول اون ايتش سايد، يبقى 4 في 2 ب 8 زائد الاثنين سفنكتر، يبقى انا كده كملت عندي ال 10 ماسلز. فهو برضه زي ما احنا عارفين ب multiple choice question. Which of the following muscles is not attached to the perineal body؟ اعتقد انا تقريبا قلتها في الاول خالص ديت. بصوا بصوا بصوا، اكيد طبعا الاسكو كافينوزس اللي هي موجوده on each side. وصلت بقى لاخر مرحله هو الاسكو ريكتال فوسه. اللي يحب يوقف الفيديو ويريح شويه مفيش مشاكل، انا هكمل. اسكريكتا الفسه ادينا هنت صغيره خالص عنها ايام ما خدنا البلفيك فلور ماسلز، والنهارده ان شاء الله ناخدها بالتفصيل. سايت اند شيب اوف ذا اسكريكتا الفسه، دي كده الاوبتيتو انترنس كفرد باي اوبتيتو فيشيا. اوبتيتو فيشيا سكند انتروبوستيف بتعمل حاجه اسمها وايت لاين، بيدي اوجن الليفيتور ايناي. وقلنا ان الليفيتور ايناي اهم حاجه تعرفها ان هي نازله عامله كده، ما هياش هوريزنتال. نزلتها اللي عامله كده دي خلت لي فيه ويدج شيب سبيس، اللي هو قطع الجبنه نيستو لايك ستراكشر موجوده اون ايتش سايد اوف ذا ريكتم اند انال كانال. المنطقه دي اسمها اسكيو ريكتال فوسه. دلوقتي عايزين نفهم فكره اللي هو الاسكيو ريكتال فوسا. وعشان نفهمها كويس يبقى لازم نرجع كده بالذاكره بتاعتنا للجزئيه بتاعه البلفيك فلور ماسلز. ولو فاكرين ان هي كانت بتكون من المنظر ده كده بالظبط، الورقه لونها ابيض اون ايتش سايد ديت بتمثل لي الاوبتيوريتور انترنس، وقلنا تبقى كفرد بحاجه اسمها اوبتيوريتور فيشيا
بتبقى سكند على مدار خط انتو بوستيرولي اللي انا رسمه باللون الاحمر ده، ولكن هو اسمه وايت لاين اللي بيدي اوريجن للليفيتو اناي اون ايتش سايد. يبقى ده كده المنظر بتاع البلفيك فلور بالظبط. بطريقه ثانيه بمعنى اخر، ده كده الريليشن بتوين ليفيتور اناي اند اوبتيوريتور انترنس. وقلنا اوبتيتور انترنس فيها ثلاثه اوبننج اوت انترو بوستيولي عشان يعدي منها اليوريثرا والفاجينا والريكتا. طب فين بقى الاس كوريكتا الفوسا؟ بص لي كده على الجنب كده بشكل مثلث احنا شايفينه ده، اللي هو الويدج شيبد اريا بتوين الاوبتيوريتور انترنس والليفيتور اناي. طب تعالى نشوف الباوندز بتاعتها. اللاترال وول اللي انا حاطط عليه صبعي دوت بيمثل لي اللي هو الفيشيا كفرنج اوبتيوريتور انترنس مسل. ده مش كده وبس، لسه قايلين دلوقتي ان هي بتبقى سكند وبيحصل لها سوري سبليتنج انترو بوستيولي، بيبقى فيها ايه اللي هو البيودندال كانال. يبقى ده كده المنظر بالظبط عندي. يبقى اللاترال وول بتاع الاس كوريكتال فوسا بيعمله لي الفيشيا كفرنج اوبتيوريتور انترنس، وبيحصل لها سبليتنج في اللور بارت عشان تعمل لي مين احنا شايفينها ديت اللي هو البيودندال كانال. طب الميديال وول بيعملها لي اللي هو الليفيتور ايناي، ومن تحت خالص هيبقى بيشارك فيها جزء من الاكسترنال انال سفنكتر. انا كده خلصت الميديال وول واللاترال وول. طب يبقى عندي ايه؟ الايبكس والفلور. الايبكس هو عباره عن اللينيا اوريجن بتاع الليفيتور ايناي من الاوبتيوريتور فيشيا، والفلور من تحت خالص خلاص ده السكين وسبكوتينيوس. يبقى انا كده خلصت الميديال وول واللاترال وول والابكس والبيز. يبقى عندي انتير وول وبوستير وول. بوستير وول عشان اخلص منه الاستراكشر الليجمنت الموجود ورا خالص هنا وقوي جدا اسمه ساكرو تيوبرس ليجمنت. طب الانتير وول فاكرين الورقه اللي كان لونها ازرق رقم 2 دي كانت بتمثل لي اللي هو البرينيال ميمبرين، كان قاعد عندي هنا فين كده بالظبط. يبقى الانتير وول بيعملها لي البوستير بوردر بتاع الاوبتيوريت بتاع البرينيال ميمبرين، ومتغطي من فوقيه ومن تحتيه بالسوبرفيشال والديب ترانسفيرسس برينياي ماسلز. نرجع بقى الباوندز بتاعت اللي هي الاس كيوريكتال فوسا. ده كده الكورونال سيكشن، ونشوف كده الابكس هي طبعا دايركتد ابورد بيمثلها لينيا اوريجن بتاع الليفيتور ايناي. البيز بيتعمل بالسكن والسبكوتينيوس. نمسك الوولز بقى. اللاترال وول فيشيا كفرنج اوبتيتو انترنس بتحتوي على اللي هو البيودندال كانال. الميديال وول بيعملها الليفيتور ايناي والاكسترنال انال سفنكتر. يبقى عندي الانتير وول والبوستير وول. الانتير وول بيعملها البوستير ايدج زي ما شفنا في الفيديو بتاعت البرينيال ميمبرين، متغطي من فوقيه ومن تحتيه بالسوبرفيشال اند ديب ترانسفيرسس برينياي ماسلز. البوستير وول بيعمله لي الساكرو تيوبرس ليجامنت. الكونتنتس بتاعت الاس كوريكتال فوسا نشوف مع بعض. عندي اول حاجه اسمها سيمي ليكويد باد اوف فات. هتقولي ايه سيمي ليكويد ده؟ هقول لك اه ده سبيشاليز ذا تايب اوف فات وبيكون سوفت. ليه بقى السيمي ليكويد تايب دوت؟ علشان لما يجي يحصل ديفيكيشن الريكتم والانا كانت تلاقي مكان يحصل فيه ديستنشن، عشان كده ده نوع سبيشاليز فات اسمه سيمي ليكويد باد اوف فات. عندي انفيو ريكتال نيرف، دي بقى البنشات اللي طالعه من البيودندال نيرف والانترنال بيودندال ارتي في طريقهم لمنطقه الانال كنال. عندي انفيو ريكتال نيرف وزيه انفيو ريكتال فيزلز. سكوتر اوليبيال برانشز بتاعت سكوتر اوليبيال نيرفز اند فيزلز هم رايحين للسكوتم او للليبيا. كده عندي برينيال برانش اوف اس 4 اخر حاجه بقى نتدرب على سؤال خاص بالاس كوريكتال فوسا عشان تفوقوا التفويقه الاخيره.
A sexually active adolescent presents with an infection within the ischial rectal fossa. Which of the following structures is most likely to be injured? ممكن نجيبه interactive question دوت. ايه من المكونات ديت؟ نقرا مع بعض واحده واحده. الفيستيبلار بالب، سيمنال فيسكل، ولا جريتر فيستيبلار جلاند، ولا انفيرو ريكتال نيرف؟ اكيد طبعا انفيرو ريكتال نيرف، لانه ده الوحيد الاستراكشر اللي بيعمل ترافيرس للفصه من ضمن الاستراكشرز دي كلها. وصلنا بقى للانتراكتيف كويتشنز. ونشوف اول كويتشن. A 42 years old woman has 6 children. بسم الله ما شاء الله، ولدت 6 مرات. Develops a weakness of the urogenital diaphragm. هي التكه بتاعت السؤال، ابقى فهمت ايه هو اللي موجود في urogenital diaphragm. Leading to loss of urinary continence. Continence اللي هو التحكم الارادي في البول. يبقى عندها incontinence يعني. Which muscle could be affected؟ طبعا انا عاوز just name of muscle. السؤال الثاني. A male had traumatic injury to the perineum and rupture of the bulb of the penis or benign urethra. What are the sites of leakage of blood and urine? طبعا دول المفتاح بتاع الإجابة بتاعتهم موجود في الباوندريز بتاعة البرينيال باوتشز. كده احنا خلصنا البرينيوم. هو مجهد وصعب، بس اعتقد لو ركزنا فيه ان شاء الله ما يتنسيش بعد كده ابدا. For contact طبعا حفظنا بقى السلايد ديت، وشكرا جزيلا.